عن الواقعة التزوير، ويعني ونادي الغابة كان قدم أوراق رسمية بسبب اللاعب إبراهيم الونش. منطقة القاهرة خدت قرار ولا لسه يا كابتن أحمد؟ بس يا كابتن مصطفى احنا عملنا حولنا الموضوع للتحقيق وجبنا فعلا افاده من المنطقه التعليميه اللي اثبتت ما يفيد صحه الاحتجاج اللي متقدم. تمام. وهو القرار احنا انا هقول لحضرتك قرارات مثيله عشان ما نبقاش طلعنا قرارات قبل ما نصدر عليها في المجلس. القرارات المثيله احنا بنلغي نتيجه المباراه اللي اشترك فيها اللاعب المزور، وبندي توصيه بان اي مباراه لا فيها هذا اللاعب بتلغى النتائج فورا. لكن انا عايز اقول لك اللي ابعد من كده، احنا لسه اول امس اكتشفنا حاجه جديده بقى. يعني انا بس عايز قبل ما انتقل للنقطه الثانيه يا كابتن احمد، يعني اذا ممكن يكون القرار القرار الاقرب لمنطقه القاهره هي الغاء نتائج المقاولين العرب في كل المباريات اللي شارك فيها اللاعب ابراهيم الونش، مظبوط كده؟ صحيح، ده صحيح، لان احنا خدنا قرار مشابه ليه في ماتش اليوبيس مع شمال القاهره. تمام تمام تمام. احنا لا، ده انا بقول لحضرتك دلوقتي للاسف، يعني بقول للاسف ان الاداريين او المدربين بيلجأوا دلوقتي بحيله غريبه جدا على المفروض مجال الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص، ان احنا صحينا باربع كرنيهات مزوره، لعيبه بتلعب باربع كرنيهات مزوره، يعني وصل بيهم دلوقتي بيزوروا كرنيهات المنطقه. ده قضيه جديده دي، يعني العمليه مش عمليه تزوير لاعب، ده بقى تزوير الكرنيه نفسه اللي بيصدر من منطقه القاهره. بالظبط، لكن احنا عاملين حمايه للكرنيهات اللي احنا بنطلعها للعيبه، عشان كده اكتشفنا التزوير بسهوله جدا. وانا فور مجال التحقيق حولته دول لاعبين جابوا لي افاده ان الكرنيهات الارقام دي كلها مزوره، وارفقنا الحقيقي بتاع الارقام دي، يعني التزوير باين مش محتاج ان احنا نجيب من اي جهه ثانيه. تمام. ما يعضد التزوير. يعني النهارده العقوبه ممكن تكون على نادي اللي قام بتزوير الكرنيهات دي. لا لا، ده هيكون على النادي وعلى المدرب وعلى الاداري، واحنا ان شاء الله هندي اقصى عقوبه، لان ده كده حاجه جديده في مجال كره القدم ومجال الرياضه عامه، ان يتم تزوير الكرنيه للاعب بيشترك فيه المباراه. احنا طبعا بنشيد بمنطقه القاهره في الشغل، يعني الواضح والشغل ان حضراتكم في كل قضيه موجوده للناشئين، حضراتكم موجودين فيها، وفي اهتمام وفي قرارات بتتاخد من منطقه القاهره. عايز اخد حضرتك يا استاذ احمد لمنطقه ثانيه هي منطقه الملاعب، خاصه ان المسابقات اللي تابعه لمنطقه القاهره في ملاعب لا تصلح ان ممكن اللاعب يلعب عليها. عندنا ملعب السكه الحديد، كان عندنا مباراه بين الاهلي والسكه الحديد، وفي عندنا اللاعب يحيى احمد يعني جاله كسر في الانكل وفي الجبس لمده 3 شهور. احنا دلوقتي بنستعرض على الشاشه دلوقتي على قناه النادي الاهلي صور سيئه جدا لملعب السكه الحديد. يعني الملاعب اللي زي دي ممكن منطقه القاهره تاخد قرار ازاي يا استاذ احمد فيها؟ كابتن اسامة، انا فورا لو جالي الشكوى من النادي الاهلي فورا بتاخد اجراءات رسميه على طول، بنزل اللجنه الفنيه عندي وبستعينوا بلجنه فنيه هندسيه معاهم ينزلوا عين الملعب، ولو كان الملعب سبب عدم لياقته لاقامه المباراه، لانه ممكن يكون في اذى لاي من بدايه من الفراعنه حتى الناشئين، بنوقف اللعب عليه تماما، وبننقل يا اما هم يجيبوا لنا ماتش ملعب كتير، يا اما بننقل المفروشه خارج الملعب على طول. تمام. يعني النهارده ملعب زي السكه الحديد، خلي بالك ملعب السكه ده احنا ما بنتكلمش من دلوقتي، ده من وقت ما انا كنت ناشئ ولسه صغير هو ملعب السكه ما زال زي ما هو. فالنهارده احنا لو عايزين نحافظ على الناشئين مصر، عايزين نطلع محمد صلاح للكره المصريه جديد، لازم نهتم بالملاعب يا استاذ احمد، ولازم يبقى في زي ما حضرتك بيكون لجنه دايما في بدايه الموسم من منطقه القاهره ومن الاتحاد المصري لكره القدم يعني تعيين الملاعب دي كلها، يتم المعاينه للملاعب، والملعب الذي لا يصلح ما فيش مشكله ان السكه الحديد يلعب الماتشين في المقاولين العرب او يلعب الماتشين بتوعه في النادي الاهلي. طيب عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انت عارف ان احنا في مجال التخصص في القانون احنا ما بنحكمش ولا بندي قرارات بالمعرفه الشخصيه او بالمعلومه الشخصيه بتاعتنا، يعني انا ممكن انضم لحضرتك من اي ما انا كنت لاعب، انا عارف ان ملعب السكه او اي ملعب ثاني بدون مسميات نادي سيئة، لكن انا ما بعتمدش على رايي انا الشخصي او التجربه الشخصيه، انا بنزل اللجنه هي بتكتب تقريرها. ولكن انا عايز اقول لك ان الملاعب بيبقى معاينتها في بدايه الموسم مشتركه ما بيننا وما بين الاتحاد، لان في مسابقات قطاعات ده بيشرف عليها الاتحاد فبينزل يعاين، في مسابقات منطقه انا بنزل كمان اعاين، ولكن اي شكوى تجيني من اي ملعب فورا هناخد الاجراءات
القانونيه واللائحيه، واحنا بنبص للناشئين ولادنا زي ما انت قلت حضرتك، احنا عايزين نطلع محمد صلاح واثنين وثلاثه. يمكن عشان التجربه انا حسيتها مكالمتك الجميله مع كابتن ربيع ياسين، دعواتنا ليه بالتوفيق هو كابتن عبد الستار. احنا بنعمل تحضير وتجهيز لاي منتخب يكون الاتحاد الكوره حتى يطرح لاي مسابقات مقدمه. احنا بنعمل منتخبات 2005 و2006 وهنعمل ان احنا نعمل كمان 2001 الناس اللي ما حالفهمش الحظ مع كابتن ربيع، احنا بنجهزهم ونعمل لهم منافسه بحيث ان اي جهاز يتولى تدريب منتخب هيلاقي عندنا قاعده ومش هيتعب اختيار اللعيبه خالص بالنسبه لعيبه منطقه القاهره كره القدم. تمام، كابتن احمد محفوظ عضو منطقه القاهره لكره القدم، شكرا جزيلا لك، بنشكر.